في هذه الأثناء كما نشاهد يطل الرئيس سعد الحريري وإلى جانبه السيدة بهية الحريري والسيد أيضا شفيق الحريري يحضرون وسط الجماهير التي أتت لإحياء هذه المناسبة وهذا اليوم وهذه الذكرى لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. تأتي هذه الزيارة قبل دقائق قليلة من ذكرى حدوث الاغتيال. سوف ننتقل ونعود مجددا إلى الزميلة روان بودرغم المتواجدة في وسط بيروت لتغطية وقائع هذه الذكرى 18. روان.
من ندى يكون في كلمة للرئيس الحريري. نعم روان، لازلنا نتابع مجريات زيارة الرئيس سعد الحريري إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذكرى 18 لاغتياله. في هذه الأثناء وكما نشاهد يصافح الرئيس سعد الحريري كل المواطنين الذين حضروا إلى الضريح للمشاركة والمتجمهرين في ساحة الشهداء. نستمع الآن لكلمة كما نسمع، يعني اكتفى الرئيس سعد الحريري بكلمة واحدة في هذه الذكرى، الله يعين. هي اقتصر واختصر المشهد السياسي في لبنان بهذه الكلمة.